ولذلك قال إبليس ما يعني ما يؤذي إبليس ما يؤذيه شيء من عمل ابن آدم مثل قول المسلم لا إله إلا الله وأستغفر الله، هذان الأمران أحرقا إبليس. لا إله إلا الله يعني أنا عبد الله، لأني آمنت بأنه إلهي وربي وسيدي ومولاي وخالقي ورازقي. لا إله إلا الله، لا أعبد إلا الله، معناها لا موجود بحق إلا الله. إذن معناه أنا عبد الله. التوحيد الصحيح يولد عبودية صحيحة، تؤذيه، تؤذي إبليس، تؤذي إبليس هذه الكلمة، لأنه يريد يربي الناس على عدم التوحيد الحقيقي. وغالب الناس توحيدهم مشوش، لأنهم لا يعطون حق هذه الكلمة حقها ومستحقها. والاستغفار، لأنه كلما أراد إبليس أن يوقع ابن آدم في المعصية، وإذا أوقعه قام هذا المسلم يستغفر الله، وإذا استغفر الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، الله غفر ذنبه. الاستغفار مثل صابون، كلما اتسخت يدك ذهبت إلى الصابون وغسلت ما بقي شيء، كلما اتسخت ملابسك وضعتها في الماء ومع الصابون ما بقي شيء. الاستغفار هو صابون لابن آدم من الذنوب، كلما استغفر الله كلما سقطت هذه الذنوب. أستغفر الله مما نظرت عيني، أستغفر الله مما سمعت أذني، أستغفر الله مما تفوه به فمي، أستغفر الله من التكبر على عباد الله، أستغفر الله من ظلمي لنفسي وظلمي للآخرين، أستغفر الله، أستغفر الله. عندما نفهم ما معنى أستغفر الله، يعني جئتك يا إلهي وأنا العبد الضعيف الفقير، أطلب منك أن تغفر لي، جئتك أطلب منك أن تطهرني من ذنوبي، أن تعينني على نفسي الأمارة بالسوء، أن تعينني على إبليس وكيده. إذا العبد فهم هكذا الاستغفار، الله يغفر له. إذا غفر الله له ما بقي له ذنوب، إذا ما بقي له ذنوب ماذا يفعل إبليس بعد ذلك؟ ولذلك يقول حرقني ابن آدم بالاستغفار. أستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. آمين يا رب، آمين. الله أكبر.